مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم امير من قناه سامونيسكي اي ار. رجعت لكم بقصه جديده من قصص حياه المطورين، واليوم راح ناخذ قصه مطور لعبه ذا سيمز ويل رايت. يعمل ويل رايت في العديد من المجالات، ومنها عالم حاسوب ومطور العاب وممثل صوتي ومصمم لالعاب الفيديو. ولد في 20 يناير عام 1960 في اتلانتا جورجيا، ويقيم في باتون روج لويزيانا قريه غرينويتش في مانهاتن. وأبرز أعماله كانت لعبة The Sims، حيث صدرت في 4 فبراير عام 2000 من شركة إلكترونيك أرتست، صدرت على منصات الألعاب التالية PlayStation 2 وإكس بوكس وGame Cube والويندوز، وأصبحت سلسلة من أكثر الألعاب نجاحا. ففي 16 إبريل عام 2008 بيع منها أكثر من 1.5 مليون، وفي 19 من مارس نفس العام أصبحت من أفضل ألعاب الكمبيوتر، وصدر من اللعبة ما يقارب 12 إصدار. بالعودة إلى مطورها ويل رايت، درس في جامعة لويزيانا التقنية ويعمل في شركة إلكترونيك أرتست، وحصل على جائزة الزمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما، وترشح لنفس الجائزة في عام 2007. إلى هنا نكون خلصنا قصة مطور الحلقة السابعة. كان معكم سامونيسكي، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وانتظرونا حلقة جديدة. باي باي.